السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول تعليق لعمرو كمال مطرب المهرجانات المعروف بعد إحالته للتحقيق من نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان الكبير هاني شاكر في مبادرة من عمرو كمال من تصريحات وكلمات لأغنيته بنت الجيران في مهرجان أو في حفل في السعودية الأسبوع الماضي. وقد صرح عمرو كمال من المنطلق ده، أنا كنت بهزر. عمرو كمال بيقول من المنطلق ده أنا قلت كده وبهزر مع الناس، والناس في بلدها عاجبها، بس إحنا مش عاجبنا يا عمرو. الناس في بلدها عاجبها وإحنا مش عاجبنا، والناس سقفت وهزرت، وتاني يوم برضو سقفت وهزرت، وأنا ما أسأتش لمصر. ده عمرو كمال اللي بيقول، ولا قلت حاجة تسيء لمصر أبدا، ودايما كنت بقول بعد كل أغنية سقفة لمصر أم الدنيا. أنا ما قلتش إن السعودية أرض مقدسة ومصر أرض وحشة، وبلدنا أشرف من الشرف، واللي معاه ريبوت أو فيديو وأنا بقول كده يطلعه. طبعا مصر أرض طيبة وأرض شريفة وأرض تمام، وإنت في تغيير في الحروف وتغيير في الكلمات بتاعت الأغنية، الناس متفهمهاش غير كده. طبعا يا عمرو كمان إحنا تعبنا والله العظيم من الكلمات اللي بتسيء لمصر. انت حضرتك غنيت الأغنية في مصر كده، تغنيها برا كده عشان الناس ما تفهمكش غلط. يعني ايه برا تمور وحليب وهنا كلمات؟ طبعا انا مش هقولها، ما ينفعش اقولها طبعا. يا ريت الناس تراجع نفسها. حضرتك بتغني برا يبقى بتمثل مصر، بتكون مش هقول رمز، لا بتمثل بلدك. يا ريت الناس اللي بتغني مهرجانات تراجع نفسها شوية، لأن احنا تعبنا من كتر الكلام ده.